سورة آدم. يبدو القصة الأولى يمكن يصادف حديثنا في يوم من أيام رمضان أو في يوم الصيام مثلا بغير رمضان، يمكن مع مورة آدم، لأن الصائم الأول في الوجود بالنسبة لنا كأبناء آدم، الصائم الأول أو الصيام الأول فرض على آدم، كلف آدم أن يتجول في الجنة هو وزوجه، ولكن طلب إليه ألا يقترب إلى شجرة ما، يقولون في الكتاب المقدس إنها شجرة معرفة الخير والشر، إنما نعتقد أن هذه الشجرة على كسرة ما قيل فيها تبقى رمزا وتبقى لغزا. ما هي تلك الشجرة التي طلب إلى آدم أن يصوم عنها في حين الجنة فيها كل من كل الثمرات، فيها من كل أنواع المياه، أنهار من خمر، أنهار من لبن، أنهار من عسل، أنهار من ماء، ليش؟ لماذا؟ ومن كل الثمرات، لماذا هذه الشجرة؟ الكلفة هكذا، الصيام كتب على آدم أنه هذه الشجرة لا تأكل منها. يبدو أنه حصل ما حصل بينه وبين الغيور، الخصم الغيور الذي هو إبليس، استطاع إبليس أن يخادع آدم وأن يخادع حواء وأن يلفتهما إلى الشجرة مبدئيا المحرمة. المحرمة مثل نحن إذا كنا صايمين في مثل رمضان أو في مثل يوم اثنين أو مثل يوم خميس أو مثل يوم عاشوراء أو مثل يوم عرفة، في يوم صيامنا يكون محرم علينا الحلال لنا في غير هذا اليوم. الطعام الذي نأكله في ليالي رمضان حلال، لكن في النهار حرام. حرام بمعنى أنه نخالف فيه الفريضة، نخالف فيه الرياضة. وأقول الرياضة كتير كتير مهم أن نفهم هذه الرياضة، رياضة الوقوف على أكتاف العمالقة، يعني رياضة الاقتداء بالأكابر من الخلائق. بالتأكيد آدم أكبر الأكابر وأبو الجميع وأعظم الجميع وأكمل الجميع، ومع ذلك أبونا العظيم آدم هذا أكل من الشجرة بأمر حواء، بإغراء حواء، بأمر إبليس، بإغراء إبليس. كيف هذا أمر ما يزال الناس يتفلسفون به ويأخذون ويعطون؟ نحن منقول إنه آدم صدق الحلف بالله العظيم، فالتفت، التفاتته سببت له المخالفة، واعتبرت هذه المخالفة أكل من الشجرة المفروض عليه الصيام عنها. هلا نحن اليوم عم نذكر آدم في مثل هذا اليوم، في كل أرض، في كل زمان يذكر آدم، آدم الذي بقليل من عدم الانتباه صار الذي صار. هلا واحدنا ابن آدم مهما كان عبقري الروح، مهما كان قوي الجسد، يمكن أيضا بفتلة صغيرة، بخدعة صغيرة يزلق ويقع من الجنة إلى الأرض. أية جنة؟ بجوز يعني لسنا جميعا آدم، ولكن نحن أبناء آدم، يكون واحدنا في مكان مقدر محترم مكرم، بفتلة صغيرة يكون خالف القانون، يخرج من هذه الدائرة التي كان بالعرف العرفاء يقولون إن الروح التي تبوح بالسر يقطع لسانها. طبعا ما لا نأخذ مقصا ونقطع لسان، لا، ولكن تحجب هذه الروح عن المعرفة التي كانت متاحة لها. إذا نعود إنه معمورة آدم فيها صحارى، ولكن هذه الصحارى لها تسابيح، فيها عذارة، وهذه العذارة يعني لم تمسس كما تحصل المواس المخالطة، محاولة العودة إلى ما قبل الخطيئة، العودة إلى الطهر الأول، طهر أبينا
الذي نعيش على معمورته ونعيش بطبيعته ونعيش بمواهبه. ولا تفكروا بخطأ آدم بقدر ما بتفكروا بمواهب آدم. آدم علم الأسماء كلها وآدم سجدت له الملائكة، ولذلك كثير مهم أن نكون أبناء آدم بكل المعاني وبكل التفاني لنعمر أرض آدم. الصحراء ينبغي أن تخضر، العقم ينبغي أن يحول. هاي علماء البيئة أهل الطبيعة بيغيروا الطبيعة بيجعلوا الصحراء جنة خضراء. هلا وراء هذه الخيمة، حكيت عن الخيمة قبل قليل، وراء هذه الخيمة صخرة، كانت صخرة صماء لا شيء إلا كتلة حجرية. السام يوسف استطاع باللون بالإزميل بالحفر بالنقر استطاع يخلق منها ما يشبه البحيرة. وهذه البحيرة الآن تستطيعون أن تنتبهوا إلى فلسفة الصوم. معظم أحاديثي في فلسفة الصوم وفي فلسفة الحج لم تنسى هذه الصخرة التي تحولت إلى نافورة أو نوافير وإضاءات. لا طبعا ليست هذه المياه القليلة، ليست دجلة وليست الفرات وليست سيحون وليست جيحون وليست نهر النيل وليست حتى بحيرة بردة أو نهر بردة، ولكن مثل ما قال محسن الحكيم، حفيد محسن الحكيم السيد الأعظم الكبير، قال إيه ولكنها تؤدي بالغرض، يعني تذكر بقدرة الإنسان على استخراج الماء من الصخر واستخراج الضوء من العتم. هذا ممكن. إذن معمورة آدم، هذه الأرض، هذه الزمين مسألة مهمة وهي كلفة للجميع. ونحن عندما نؤدي فرائضنا سواء بالصيام سواء بمرافقات الصيام ومصاحباته من مثلا الصلاة من التأملات، هذا وذاك كله لنصل إلى فقه التسبيح. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نحن اليوم وفي هذا البرنامج يعني نفقه ما تقوله الرمال وما يقوله النخيل وما تقوله النسمات وما تقوله النجوم بالتأمل، وما تقوله الأوراد أو الأزهار الصغيرة والكبيرة المصنوعة وغير المصنوعة. تسابيح الصحارى من أجل العذارة، يعني من أجل الأنفس التي تطلب أن تكون أو تجتهد تتريض بذكر آدم لتكون آدم المعلم كل الأسماء أو الأسماء كلها، والذي هو عند الله مكرم لدرجة أنه أمر الملائكة بالسجود له. وتعرفون أبا واحد ما كان يسجد، الذي هو قصته المشهورة بالغيرة من آدم. هذا نوضحه إن شاء الله بالحديث القادم. سلام ورحمة الله تعالى وبركاته.